بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن جعل ربي ذا ذروم يفعل في اللون لهموم، كن يفك ربي السر ذلي سر يرنايا ونثلفا السر. إن شاء الله هاين تبغى ميقضى أين تقاذم يخضى سلفرح ذم قرآن نجمع دا السيد بخام ربي في مسجد في بيت من بيوت الله، وأن المساجد لله. شكرا لله جل جلاله، فالشكر يديم النعم. ميغد يرزق ربي سن نعمة أدني الحمد لله، مدين الحمد لله نضمن سي الأمور لمرة مزوارو النعمة أتذوم، لمرة ويسين النعمة أتنرني أتشمس البركة. حينما نستقبل نعمة من نعم الله نحقق مقصدين كبيرين: الأول ضمان دوام النعمة، فالشكر يديم النعم، والمقصد الثاني هو الزيادة. ربي قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، عهد من الله والله لا يخلف الميعاد. ذينيمي سبحان الله تفضيم ذانا أكن استنراكين الحمد لله، وهذه من اللطائف التربوية التي نراها نبصرها في حياة الناس. أتوهضر السبيطار واحد يروح المستشفى تلقى مريض أمثل هذا، كيف راك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جميل جدا، هذه ثمرة من ثمرات الإيمان. ثم أن الله عز وجل قادر على أن يغير الحال إلى أحسن حال بأمر منه. ربي قال في سورة ياسين الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك في الدين نبدأ الصلاة بسورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وهي أول سورة في الترتيب المصحفي. فالسورة تمزور في ذي النسخة ذا شو تتساقي الحمد لله رب العالمين باش نسي نحمد ربي. ذي الظليفة ذي سمع الله لمن حميدة حميدة، بعد ذي ربنا ولك الحمد. على بالكم يا إخواني هذا من باب التذكير، ربي قال وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين، باش الإنسان يلازم شكر الله، وهذا مقام سامق مقام رفيع جدا. جميع النصوص تدعونا إلى شكر الله. الآيات سمعنا الحمد لله رب العالمين، وربي قال وسيجزي الله الشاكرين. سبحان الله، ربي يعطيك نعمة كي تشكره يجازيك. حنا اليوم كنقول الحمد لله أنه ربي وفق أهل هذه القرية، وفق القائمين على شؤون البلد في هذا في هذه الولاية، وفق كل المحسنين. ربي جازي كل من أسهم في هذا العمل، نسأل الله أن يثقل به ميزان الحسنات. وعند الله تلتقي الأشهاد، وربي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة التوبة الآية 175. إذن إثمثاً ربي ندوى سيجزي الله الشاكرين. وسبحان الله، قدر الله أن تكون كلمة الحمد لله يقولها المؤمنين في الدنيا، المؤمنون في الدنيا، ويقولها في الجنة كي يدخلوا الجنة. نسأل الله أن نكون منهم جميعا. في أواخر سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ربك قال زمرا، فيها دلالات. من هذه الدلالات كيما راكم تتعاونوا في الدنيا على الخير، ربي يدخلكم الجنة أيضا زمرا، جماعات جماعات. خطر ربي قال وتعاونوا على واش؟ على البر والتقوى. ربي سبحانه وهذه حكمته يدخل الجنة أهلها
جماعات كما كانوا يتعاونون على الخير في الدنيا جماعات أماكن ذي الدنيا تسمعوانهم أفوس دكفوس ثاعكم تزينة سيفسوس ثيسر ثيت تسمعوانهم ذي الدنيا في الخير وكل خير ما دينيغ الخير ديس كلش أتفنوض الجامعة ذي الخير أتفنوض السبيطر ذي الخير المدرسة ذي الخير أفري ذي الخير أمن ذي الخير الخير ذي الخير اسم الخير ربي القرآن ناد في سورة الحج الآية 77 من سورة الحج ربي قال وفعلوا الخير ما قالش واش نديروا قال ديروا الخير وبعدين كل ميسر لما خلق له لا يجوز الاختزال لا يجوز اختزال الخير في مجال محدد فلا نضيق واسعا أين وسع نجيث وسع وكل ميسر لما خلق له ربتي قرخذ مثل الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يعني لا تحقرن من المعروف شيئا خذ مكان تزمرتيك إن شاء الله ربي يجازي كل من أسهم في بناء هذا المسجد المبارك في هذه المنطقة باش هذا المسجد يؤدي رسالته التي سيأتي بيانها في الخطبتين إن شاء الله وقدر إثنين مثلا يلها نحمد ربي ثورة كل يا سيدة شو ذا الموضوع كل هذه المقدمة باش نوصل إلى عنوان الدرس ما هو في الرجزة الرجلة كي سمعت كلمات المتدخلين جزاهم الله خيرا قلت يعني عليها سيدي والله ما كاش كيما الرجلة كاع في الدنيا هذه الدليل في القرآن كاين حنا في الجزائر تزايري يعني كي تقولوا الرجلة هاو بكري يديروا عقود بلا كواغط بدون توثيق بدون أي شيء هكذا يقول لك كن معي راجل كن معك راجل الرجلة ما كان موثق ولا وثيقة ولا شهود حتى ولكن الرجلة أمام الرجولة مقام لذلك تداولنا العديد من الأمثال السائرة في مجتمعنا الجزائري تتحدث عن مقام الرجلة في الرجزة المثل استقبالي قارن جمال ناند شبح برقاز في الرجزة جمال الرجل في رجولته والرجولة مقام الرجولة مبادئ الرجولة قيم الرجولة ميزان الرجولة عمل الرجولة حضور الرجولة بناء الرجولة جمع الرجولة تقدير واحترام القيم قيم كثير شجرة الرجولة مثمرة تثمر العديد من القيم التي تحفظ الفرد وتحفظ الأسرة وتحفظ الأوطان الرجلة والحمد لله وهذا أمر وصدق الشاعر إذ يقول يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر يمضي الرجال ولكن يبقى النهج والأثر شبح برقاز في الرجزة جمال الرجل في رجولته وفي الوحي الطاهر نجد العديد من الآيات التي تتحدث على الرجلة منها ربي قال في سورة الأحزاب قال وجاء قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الرجولة مقام اختصرت هذه المعاني الجليلة الجميلة هذه الآية الكريمة اختصرتها جميعا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هناك آية أخرى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى آيات كثيرة لا يكفي المقام لا يسمح الوقت بالتفصيل فيها المعنى في الرجزة الآن ممكن نقول لك منين نجيب هذا الرجل هذا يلا أدي سيمنكيني أمشال ربي في الرجزة مصادر الرجلة منها المصدر الأول هو هذا الدين الحنيف الذي يزرع فينا هذه الرجولة
الحمد لله رانا سلمان، الحمد لله رانا مسلمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدى الله. وربي قال في سورة المائدة، قال اليوم، قال اليوم يئس الذين كفروا. شوف العجيب، الآيات بلغت القرآن، وكان القرآن هذه الآية تسجل لحظات الاحتضار الأخيرة للشرك والكفر العالميين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ربي اسمي اسم نعمة. وبعدين قال ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ربي سبحانه راضي لنا الإسلام دينا، وكان أحمد ربي على نعمة الإسلام، وهذه نعمة جميلة جليلة. يروى أن أحد الصالحين كان يطوف حول الكعبة الشريفة فكان يدعو الله، هو فلاح، هذا فلاح، النية وفلاح، يقريه فلاح، إنسان نية فزورات. وكان أحد العلماء تنسب هذه الحكاية للإمام الزمخشري من أقطاب اللغة العربية، إنك كنت أستمع إلى أدعية الناس فما أثر في أحد، قال لك إنه لاش صيغة أدعونكم الدين، ولكن أنوك حزنوا لي إنك يونو فلاح، إنك سقاري ربي سبحانه. منطق عجيب. قالوا يا ربي لقد أعطيتنا الإسلام ولم ندعوك، فكيف تحرمنا الجنة ونحن ندعوك؟ سدس دفرز إلى صار بين السثرك فكذا غد الإسلام ذي النعمة ثم قرآن بلا ما نايك بلا ما السثرك ثورة مش أغث حرم في الجنة نكون أقلاق أكن السثور. والحمد لله وعد الله حق، قال في سورة البقرة الآية 186 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وفي آية أخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الإسلام هو المصدر الأول لتربية الإنسان على هذا المقام، والرجولة مقام بدين الرجل من لا أشير إلى رجاز كان لا ولا سلاوينا، أنا قلت الرجولة مقام. الله يرحم المتنبي اللي قال في رثائه لأخت سيف الدولة، قال وما الشمس وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، ولو كان الناس ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. المعنى نقول هذه شمس، هذا هلال مذكر، ولكن وين يبان الهلال قدام الشمس؟ وفي كل خير، ولكن الشاعر يسمح له ما لا يسمح لغيره. فالرجولة مقام، لذلك الإسلام يتربي هنا في الرجزة يتولي هذا باش نسعو في الرجزة، أني اللي ذي الخير، أني اللي ذي الخير، الشهود للخير، ذي نيان للخير، أن ديل الخير أني لي وغيو لهنا كذ الدين النار. وربي نادي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإنسان قبل في لحظات الاحتضار نلقنه الشهادة كما في السنة، من وعيه نقرب ذي المث أيضا نسميك ثيس نقر لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسنخذ مفادا أما كنس نقر أورد سقواذ تعاش الدين سلم وتمثض ذي نسلم. والإسلام القرآن العظيم الذي المحفوظ في الصدور قبل السطور بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربي ناد في حقه سورة الإسراء الآية 9 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن إذن جران أفريد سلامة أورث كيندما. المصدر الأول ما هو؟ هو التربية، تربية أنعامه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد يأتي بعدها فعل الماضي معنى أداة تحقيق، قد أفلح من زكاها والأخرى بعيد الشر وقد خاب من دساها. تربية من يسهم في التربية؟ الوالدين، الجدود، العموم، الأخوال، أذرهم. أي القرآن كون جعل ربي ذا ذرهم يفعل في الله ولهم أذرهم، كون جعل ربي ذا ذرهم أذرهم يعني يم قرآن لا لا يرى الشيء لا تدرج ذي المجتمع احترام كبير عنده كلمة كبير كبير. لازم هذه القيم، لا حياة لنا إلا ب
بالتشبث بهذه القيم لي فالور القيم. لذلك اي غير اللي ثقبالي في مقارن همه 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 كي لا غاديلي همه يلا اديلي اسي ديني سمطوس اسي ديني ورقاز امغار سمغار اي غير اخطر المجتمع يكوزي معاون ذي تصرفكا ادنو غلغ المدرسه المدرسه مدينه تصرفكا التربيه عملي العمليه التربويه يساهم فيها الكثير من الناس ومن المؤسسات مؤسسه الاسره وشولت المسجد الجامع يسعى دور كبير في التربيه البعد التربوي لرساله المسجد المدرسه اسره التعليم الاعلام ايضا كل ما يكون التوجيه سليم كل ما يكون هذه المؤسسه تبني ولا تهدم تجمع ولا تفرق ترفع ولا تضع تزرع الامل ولا تزرع الياس تزرع الامان تزرع السلم تزرع الخير تفجر ينابيع الخير الكامنه في الانسان كل مذن يسعى الخير او هربا معاون يكف في الخير ان زرع الخير والنف الخير هذا المصدر الثاني المصدر الثالث ما هو هو التاريخ على بالكم التاريخ استاذ مشاهد كما يقال كي نقراو تاريخ الجزائر المشرق نخرج قاف من مخرجها هذا التاريخ يعطينا القوة يعطينا الأمل يعطينا الأمن يعطينا الثقة في النفس يعطينا كل شيء ثم أننا نقتدي بأولئك الرجال الذين سبقونا والفضل للسابق ومسألة السبق مسألة مهمة ربي ذكرها في القرآن يلا في سورة الحشر الآية الثامنة ربي تحدث عن المهاجرين المهاجرين وقذي هجرنا كذن في صدار يسلم عاش نيذس نعثف نيذس ومن نيس سعدان حفظ قراني وذمر ربي عزيزا بعد هجران سيمكاغ المدينة الفضل نسن علي الشان نسن علي ربي ذكر في الآية الثامنة فضل المهاجرين وصفهم بالصدق أولئك هم الصادقون الآية التاسعة الأنصار الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام مع المهاجرين الناس مرحبا يسون لأسلام نون بحب الآية التاسعة ربي قال ذاكرا بعض خصال الأنصار قال يحبون من هاجر إليهم سلحمالا ناس مرحبا يسون لأسلام نون ربي فكيسن الشام إفكياس لجر ذم قران هؤلاء الأنصار بالمناسبة من الأعمال الجليلة اللي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد ها نعم بناء الجامع يجمع الجامع يخدم المجتمع يخدم الجامع عنده دور كبير في هذه في المجتمع أقول النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار نقوف ننسى الخير فقال الآية التاسعة تأتي الآية العاشرة هذا هو الشاهد علمنا الله ألا ننسى فضل السابقين فقال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لكي لا ننسى فضل السابقين ونسيرا وقال غزورا أمغ الدين أمغ الإيمان أمغ الإسلام أمغ الخير أمغ خدمة الوطن كل شيء خطر ثقيل أوار التاريخ إذن معلم نقرأ التاريخ قراءة اعتبار نأخذ الدروس والعبر وتاريخنا مشرق وتاريخنا مضيء تاريخنا في خير كثير والحمد لله الرجولة مبثوثة حاضرة في جميع مراحل تاريخ هذا الوطن الكبير ثريث مثلا في دينير هاتلكم هي المصادر الكبرى لما ذكر ذكرنا بعضا منها فما لا يدرك كله لا يترك جله فقلت الربزة الآن في الخاتمة نقول ذا شو ذا الفايدة انت الربزة في الربزة تسكس الوحش تسكد الموانسة
واش في غيبا والزي قرنتي مغار أغنى ربي في لي قرقازم إلا ولك في الرقزة مرض حضر أتسك الموانسة أتسك الوحش في الرقزة المعنى يس أذ معوان في الخير خاطر قازن تسمعون رفيني شمثان سوى فيني فيني قلهان أذ معوان نفوس دقفوس في الرقزة تسكن دلهيفة في الرقزة تساوي دكوي تساوي ثلويف تساوي دلهنا في الرقزة تسكد لامان أتصن فايدة الرقزة إن شاء الله رجال ربي سيسن جميعا. الكلمة التي بدأتها أختم بها قلت لكم الحمد لله الحمد لله يقولها الناس في حياتهم تستقر في قلوبهم وتترجمها ألسنتهم ويوم القيامة إن شاء الله في الجنة أيضا سيرددونها. الوحي الطاهر هو الذي أنبأنا بهذا الأمر كما في أواخر سورة الزمر رب قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم. انتهى الحياة ستنتهي. الشيخ محمد الحسين إنيك ولاش تصبحيت ورنسيثة مديث ولاش إيضور نسيثة فجريث الدنيا قصيرة ولو طالت. قال أحد الفلاسفة الدنيا أقصر من أن نقصرها هي قصيرة ولو طالت. الموت باب وكل الناس داخله يا ليت علمي بعد الباب ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. ربي يعفو يغفر يوينش ظن يوخر. سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. السر أرى في كلمة خالدين معنتها خلاص العياء خلاص التعب خلاص الدنيا خلاص كل شيء. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. ربي ناد خالدين كي سمعوا كلمة خالدين واش يقولوا أهل الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده أثنى ربي وفصل وعديس وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وبعدين ربنا تفضل على المؤمنين قال فنعم أجر العاملين. يعني تعب نتاعكم في الدنيا ما راحش باطل يعني أين ثعثفم أتغلثم أين ثزرعم أتمجرم ذغا وحدس فنعم أجر العاملين. آخر آية في سورة الزمر وترى الملائكة شوف هذا المشهد الجميل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم هم أيضا يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.